بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، محبي الشروق اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا وسهلا ومرحبا بكم من القلعه الحمراء، ملعب استاد المريخ، ملعب الذكريات، ملعب الانطلاقه الافريقيه للمريخ في هذا العام، في هذا الموسم الافريقي عبر فريق سان جورج الاثيوبي. المريخ في هذه المباراة يدشن البداية الإفريقية الحقيقية، على اعتبار أن هذه هي الأدوار التمهيدية، الانطلاق للأمام، المرور للأحلام، المرور إلى تطلعات وآمال وحب الجماهير المريخية في كل مكان. تشكيلة الأحمر الوهاج في هذه المباراة، تشكيلة المريخ تتكون من حافظ في حراسة المرمى، رباعي خط الدفاع، موسى الزومة على اليسار، الباشا على اليمين، طارق مختار والسفاري كقلبي دفاع، سعيد السعودي ولسانة كلاعب ارتكاز. انطلاق الاسيوب الآن، انطلاق السنجور، التسديد من بعيد ومحاولة كرة خطيرة تعود. انتباه، حذاري من الهفوات، حذاري من الثقرات، حذاري من الخط الدفاع المريخي، حذاري من التقصير. مباراة جماهير، مباراة لاعبين، مباراة أحلام، مباراة انطلاقة للأمام. هذه هي، إلى الأمام أندرس داهور، داهور النيجيري فاصل وحاول وارجو افتتاحية. لا يا وارجو، لا يا وارجو، لا يا وارجو، الكرة كانت في المتناول والبسمة كانت قريبة، ولكن إن شاء الله قادمة، إن شاء الله حاضرة. هذا هو الباشا، الباشا في المشوار، الباشا في الانطلاق والسعودي. يا سلام يا معلم، يا سلام يا معلم، كرة حلوة، كرة جميلة، كرة رائعة. مع البدايات يشعر الإنسان أنه قريب من التسجيل، وهذا هو المهم، والمهم أن نسجل. حتى لم أكمل التشكيل، حتى لم أكمل الأسماء لتشكيلة المريخ للعقد المريخي في مباراة اليوم. محاولة انطلاق على الجهة اليسرى والدخول بقوة من طارق مختار المدافع، ومحاولات كرة في وسط الملعب لكل المحبين، لكل المتابعين عبر قناة الشروق الفضائية، وكرة ملعوبة، محاولة، فرصة في منتهى الخطورة، وهدف، هدف لسان جورج. هذا ما كنت أخشاه، هذا ما كنت أحذر منه، هذا ما كنت أخشاه وأقول خوفي من الثقرات الدفاعية، خوفي من الهفوات الدفاعية. والكرة في الشباك، أدانا جيرما لاعب رقم 19، شوف الانطلاقة على الجهة اليمنى لصالح فريق سان جورج، اصطدمت وأدانا جيرما يسجل الهدف الأول لفريق سان جورج، يسجل أول أهدافه ويفتتح التسجيل. استراتيجية سان جورج كانت واضحة، التراجع للخلف، الاندفاع في حالة الهجمة المرتدة، اعتماد على أخطاء رباعي خط الدفاع المريخي والثقرات، غياب التفاهم أحيانا، الشرود أحيانا. مر الكرة أمامية مقطوعة من جانب اللاعب جان كروت، ترجع لسفاري، ارسال على الجهة اليمنى، انطلاقة سريعة على ستيفن وارجو، ستيفن وارجو، وارجو يحاول، والكرة مرة تحولت إلى ضربة ركنية. أسرع، أسرع في هذا الوقت عبد الكريم النفطي، مر كرة لوارجو، وارجو يلعب كرة عالية ممكن رأسية، ترجع الكرة، سدد لسانة، فرصة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا فنان. خمس دقائق قلت كثيرة وكثيرة جدا، وسجلنا هدف التعديل، سجلنا هدف التعديل. التركيز، التركيز في منطقة الجزاء، الوصول يمكن أن يكون. كرة ملعوبة، كرة ملعوبة، شوف هذه هي الدربكة، التسديد، 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 وداخل الشباك، داخل الشباك، داخل الشباك. كرة تعلن عودة الأحمر للمباراة، عودة الأحمر للمباراة، وصفر الحكم، صفر بعد ذلك، صفر ما شئت. رحيم مشاهدي قناة الشروق في كل مكان،
أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر انطلاقة شوط اللعب الثاني. المريخ سان جورج دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2010. شوط أول انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق. الآن شوط ثاني للحسم، الآن شوط ثاني للمريخ للعبور للأمام ولتسجيل الأهداف ولتأكيد الجدارة. ستيفن وارغو وحكم المباراة تشير إلى مخالفة ملعوبة، طالب بإعادة أجل أداء أكثر دقة انطلاق الأمام من جانب ظهور. يمر الكرة لأحمد الباشا مع كوس الكرة، عبد الكريم النفطي بالرأس من جانب النفطي، ولكن صدمت أيضا على رأس المدافع سامسون موليغا وتحولت إلى ضربة ركنية، تحولت إلى ضربة ركنية. ملعوبة ضربة ركنية، كرة عالية بالرأس، فرصة يا سلام يا دفور. هدف عالمي، هدف جميل، هدف ملعوب، حلوة. اشتعل الملعب. قلت أنني متفائل ومتفائل حتى النهاية. المريخ الآن يتقدم، هدف بطريقة فنان، بطريقة لعب جميل، بطريقة لعب ممتع، يشعل المدرجات، يحرك الأعلام، يحرك القلوب ويطلق الحناجر والهتافات. هذا هو الحب والفرح، هذا هو الانتصار بتقدم فريق المريخ على سان جورج 2-1. حتى الآن صن الدقيقة 9 انطلاقة شوط اللعب الثاني، والمريخ يتقدم عن طريق دهور. يلا دهور، هذه هي الدفعة المعنوية، هذه هي الانطلاقة. سيعاني الضيف، سيعاني سان جورج إن حولنا الشحنة المعنوية الكبيرة لضغط سريع وتعامل مع الكرة بجمال وفن. يا السلام يا السلام يا معلم، يا السلام يا سفاري. كرة ملعوبة، انطلاقة الآن من جانب عبد الكريم النفطي. أسرع يا نفطي، محاول أنت نفطي، لابد أن تكون سريع. الكرة تحولت إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق المريخ. هتاف جماهيري، لوحة فنية تشاهدونها مباشرة عبر الشروق، تستمتعون بها وحتى النهاية إن شاء الله. ضربة ركنية والنفط على التنفيذ، على تنفيذ الضربة الركنية. ملعوبة زحفة، الباشا سدد، فرصة مرت من الجميع، كان لها روح هذه الكرة. تحولت الآن بقدم موسى زوما، يرجع للخلف يلعب كرة ومحاولة انطلاق وسط الملعب. هذه هي التمريرات التي تحرك الجماهير حينما تكون منتشية ومنتصرة. مخالفة احتسبها حكم المباراة أنجل تومسون من كينيا، لابد أن تدور وتدور الآن وتصل أكثر من مرة للشباك، نتوخ الأهداف. هذه أمانينا وأحلامنا، شاهدنا اثنين وإن شاء الله البقية تأتي. عبد الحميد يا ولد يا ميدو، ضربة ركنية. هذا هو الكلام، هذا هو الحديث، هذا هو الإمتاع. نريد أن ندخل في الفورمة، ندخل في اللقاء بالكليات، بالجمال، بالفن. يلا نفطي. ملعوبة، كرة عالية. إيمي سيعاني إيمي كثيرا. ملعوبة الكرة لستيفن وارغو، أحلاها التمرير على الجهة اليسرى لعبد الكريم النفطي. يحاول التمرير بمر اللسانة، يرجع اللسانة للخلف لموسى زوما، ناقل كرة على الجهة اليمنى والتمرير أقصى اليمين لإيدا هور، يعكس كرة لكن بعقل كبير وبراحة كبيرة. هذا المدافع رقم 12 دانجو ديبا يرجع بالكرة. انتباه الآن في الخط الخلفي، التمرير والانطلاق الأمام والتركيز والمرور، الكل أصبح يراوغ. ها هي الفنيات، حلوة يا أولاد، حلوة يا أولاد. 4-5 دقائق ممتعة الآن من هناك لمصلحة المريخ.
رقم 15 والمباراة رقم 46 لابد أن تكون مختلفة بطعم وبجمال وبفن حتى المضي قدما. إن كان في الطريق فالسيا النيجيري أو الترجي التونسي نتمنى الوصول للمجموعات والتحليق عاليا في مباراة الذهب في مباراة التتويج. هذا الوطن الكبير الحلو المترامي، هذا السودان الجميل بجنوبه وشماله وشرقه وغربه. نفطي انطلاقه من جانب النفطي، بيلعب كرة لدهور، انطلاقه من جانب دهور، دهور يخطي في التمرير، يمرر الكرة ولكن متابعة من جانب المدافع وبالرأس من جانب كلك، يمرر الكرة في مكان خالي وانطلاقه لأحمد الباشا، تبادل مع النفطي، أحمد الباشا، الكرة ستكون معكوسة، معكوسة! الآن أنت الهداف، الآن أنت هداف دوري أبطال إفريقيا، الآن أنت الهداف لأنه هداف دوري حتى الآن هو بهدفين، هو بهدفين من خلال المشاركات من خلال الانطلاقات. عبد الحميد أصبح عنده ثلاث أهداف، أصبح عنده ثلاث أهداف، رصاصة الرحمة الأخيرة على السنجور، هدف العبور المريخ المؤكد، هدف الأحلام الجميل في الليلة الجميلة عبر قناة الشروق الفضائية، عبر شروق الوحدة والاستقرار والتقدم والفرح والرياضة لكل أهل السودان، السودان الواحد الموحد، السودان المستقر الآمن، السودان المتحد دائما والذي سيكون سعيد دائما. هذه المباراة هي توحدنا عبر النيل من الشمال للجنوب، هذه المباراة يفرح لها من في الجنوب ومن في الشمال ومن في الغرب ومن في الشرق ومن في الوسط ومن في كل مكان، لأن المريخ يمثل السودان وكل فريق يمثل السودان سيكون معه أهل السودان. هذه هي الفرحة المنتظرة وهذه هي المباراة المنتظرة عبر قناة الشروق لنعلن لكم عن تأهل المريخ ومرور المريخ إلى الدور القادم. إن شاء الله هو حظ كل الفرق السودانية في العبور والتأكيد، لم تنتصر الفرق الأثيوبية في ملعبنا. يلا دهور كمل وأكد، كمل وأكد يا دهور.